المكدوس والمحمرة يعني أكل مميز عندنا، كل سنة بنساويها. كل مناطق سوريا كل سنة قبل الشتوية هي بتساوي المكدوس. نحن بنساوي شي 60 كيلو، شي 100 كيلو أكتر. طيبة هي يعني أكلة مميزة عندنا. قبل كنا نساوي أكتر، بس كان يعني العائلة يعني كبيرة وهيك، بس هلا على قدنا نساويها، على قدنا نساويها على الفطور على العشاء بنحطها. نحن أهل المالكية والجزيرة، نختلف عن الباقي المناطق بتحضر المكدوس. نحن بنساوي يعني نحط عليها توم والفليفلة حادة والحلوة، نفرمون سوا يعني بضل طعمته أطيب، ونحط عليها كتير توم. توم لأنه التوم أساس للمكدوس، للمكدوس بضل طعمته أطيب. ونساوي كل شيء يعني مونة للشتوية، نساوي جبنة وزبدة وسيريك وشجيك، يعني للسنة كاملة بنساوي المونة وبيضل يعني طعمتها أطيب. ويعني هيك يعني بنساوي المونة ببيتنا، يعني أحسن ما نشتريها. المونة أطيب بالبيت يعني على الإيد أطيب، بس نشتريها مو طيبة. مصروف زادت المصاريف وقل المال، وكل عائلة تحضر كميات حسب إمكاناتها، وأحيانا عند الحاجة نستفيد من بيعها أيضا. كنا نحضر 200 إلى 300 كيلوغرام في السابق، أما الآن نقوم بتحضيرها للعائلة على الإفطار والعشاء، كونها أكلة لا تفسد ولا يحصل لها شيء مع الزمن.